بسم الله. ربنا أعنا على طاعتك وأذننا بزيادة القرب منك، وأرزقنا من لدنك محبة دائما في صعود يا علي يا قدير، ولا تتبع خطوات الشيطان، إنه ربك يتكلم، ولهذا إذا كان يتكلم ربك أزغي وتدمر تدبر وقول سمعت وعصيت، يعني ما تعملش كما يصيون سمعنا وعصينا، قد يكفر النبي عليه الصلاة والسلام ثم حشتمش باش يرضى عليهم المولى، دائما عندهم وجهة واحدة يعسن المولى والكذب عليه، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديكم يا كلاب، هاو يعطيك الدنيا وانت دائما أفقر الناس وأذل الناس، وأكبر واحد مهدد بعصوه العاقبة يا صهيون يا كلب، وزدت لوثت الكنسيين، وزدت أذللت الكرب اللي يعصون الرب بينما يدعون أنهم أول من يطيع الرب، وهو كذب وبوتان، ولا شك في أن هؤلاء الكرب ما يجمش يكون عندهم وعي سليم من همزات الشياطين. والسلام.